السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وأحوال طيبة. أعزائي، عدت إليكم لنواصل معا سلسلة الدروس التي نقدمها عن بعد، واليوم سأقدم لكم درسا في مادة الاجتماعيات مكون التربية على المواطنة، الدرس العاشر، المستوى الرابع ابتدائي. عنوان درسنا: من واجباتنا نحن الأطفال دراسة حالات من محيطنا. إذن قبل أن نبدأ، لابد أن نتعرف على الأهداف المتوخاة من الدرس. أتعرف واجباتي نحو نفسي ونحو ممتلكات الآخر. أتعرف واجباتي نحو الآخر ونحو الممتلكات العمومية والبيئة. إذن أعزائي، قبل أن نبدأ سنقرأ أولا هذا التمهيد. إذن تابعوا معي، خذوا كتب الاجتماعيات الصفحة 92 وتابعوا معي. تعرفنا في الدرس السابق على معنى الواجب والالتزام به، وفي هذا الدرس علينا أن نتعرف واجباتنا نحو أنفسنا ونحو ممتلكات الآخر، وواجباتنا تجاه الآخر وتجاه الممتلكات العمومية والبيئة. فما واجباتنا نحو أنفسنا ونحو ممتلكات الآخر؟ وما واجباتنا تجاه الآخر وتجاه الممتلكات العمومية والبيئة؟ إذن أعزائي، سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة بملاحظتنا لهذه الصور. إذن تابعوا معي. إذن لاحظوا الصورة الأولى. إذن ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ أحسنتم. إذن نلاحظ أخواني يتحاوران في غرفتهما. إذن نلاحظ، قلنا أخوين يتحاوران في غرفتهما. إذن لكي الآن سنتعرف مضمون هذا الحوار. إذن ماذا قالت الطفلة وبماذا أجابها الطفل؟ إذن قالت الطفلة: ما أحلى القيام بواجبي المدرسي في غرفتنا وبين كتبنا وأغراضنا ولعبنا التي هي ممتلكاتنا الخاصة. إذن قالت الطفلة ممتلكات خاصة. إذن ما معنى الممتلكات الخاصة؟ نعم، إذن الممتلكات الخاصة هي الأماكن والأشياء والوسائل ذات المنفعة الخاصة، مثل المنزل، الغرفة، الكتاب، المحفظة واللعب. رد عليها أخوها: لقد أنجزت واجباتي المدرسية للتقدم في دراستي وبناء مستقبلي، وأرى من الواجب أن يحافظ كل واحد منا على ممتلكات الآخر. إذن أعزائي، بعد ملاحظتنا للرسم وقراءة الحوار بعد ملاحظتنا للرسم وقراءتنا للحوار، سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة. إذن أولا أحدد موضوع الرسم. ما هو موضوع الرسم؟ أحسنتم. إذن موضوع الرسم: أخوان يتحاوران في غرفتهما. الآن صفوا لي الغرفة التي يوجد بها الطفلان، كيف هي؟ إذن لاحظوا جيدا المشهد. نعم، إذن قلنا بأن الغرفة التي يوجد فيها الطفلان فيها كتب وألعاب خاصة بالطفلة، وكذلك كتب وأغراض وألعاب خاصة بالطفل.
كذلك توجد فيها تجهيزات كالأسرة والمكاتب والحواسيب. نعم، إذا كل طفل عنده ممتلكات خاصة به. الآن بينوا لي الواجب الذي يقوم به كل واحد منهما. إذا ما هو الواجب الذي تقوم به الطفلة؟ وما هو الواجب الذي يقوم به الطفل؟ أحسنتم. إذا الواجب الذي يقوم به الطفل والطفلة هو واجب مدرسي. إذا يقومان بواجب مدرسي. الآن ننتقل إلى فقرة استثمر وأنتج. إذا نعود مجددا للوثيقة أو للصورة. ماذا تسمي سميرة تجهيزات الغرفة التي تقيم فيها مع أخيها؟ إذا ماذا تسمي تجهيزات الغرفة؟ أحسنتم، إذا تسمي تجهيزات الغرفة بالممتلكات الخاصة. أعيد، تسمي سميرة تجهيزات الغرفة بالممتلكات الخاصة، لأنها أشياء ووسائل ذات منفعة خاصة. إذا من يستفيد من هذه الأشياء والوسائل؟ طبعا سميرة وأخوها، لذلك سميت بممتلكات خاصة. فاللعب والكتب والأسرة فهي ممتلكات خاصة لسميرة وأخيها. الآن ما الواجب الذي ذكره علي بالنسبة لهذه التجهيزات؟ نعم، إذن الواجب الذي ذكره هو محافظة كل واحد منهما على ممتلكات الآخر. إذن من واجب كل منهما أن يحافظ كل واحد منهما على ممتلكات الآخر. من يستفيد من الواجب المدرسي الذي ينجزه كل واحد منهما؟ إذن من الذي يستفيد من هذا الواجب المدرسي؟ أحسنتم، إذن علي وأخته هما من يستفيدان من الواجب المدرسي. الآن قدموا لي مثالا عن الالتزام بواجبي تجاه نفسي وتجاه الممتلكات الخاصة بالآخر، وأبرزوا أهمية ذلك. إذن هذا السؤال سأتركه للإجابة عليها من طرفكم. إذن أنتم حاولوا أن تذكروا لي وتقدموا لي أمثلة بالالتزام بواجبكم تجاه نفسكم وتجاه ممتلكاتكم الخاصة وبالآخر. الآن ننتقل إلى الصورة رقم 2 وإلى الحوار الموجود في الوثيقة كذلك رقم 2، وتابعوا معي. إذن ما موضوع الوثيقة رقم 2؟ أحسنتم، إذن موضوعها طفلان ينجزان بحثا في قاعة الإعلاميات بمدرستهما. وما موضوع الصورة الثانية؟ نعم، إذن طفلان بقاعة عمومية للإعلاميات. إذن الآن سنحاول أن نقرأ الحوار. إذن ألاحظ الرسمة وأقرأ الحوار. إذن سنقرأ الحوار الذي دار بين التلميذة سميرة والتلميذ مامادو. إذن حوار دار بين التلميذة سميرة من المغرب والتلميذ مامادو المهاجر من مالي. سميرة، أنجزت بحثاً عن العناية بنباتات حديقة حينا للمحافظة على بيئتنا. مامادو، أحترمك وأقدر مجهودك. أنا أيضاً أنجز بحثاً عن كيفية المحافظة على نظافة مدرستنا. سميرة، أنا بدوري أحترمك وأقدر مجهودك. أحب هذه القاعة العمومية للإعلاميات وتجهيزاتها.
مماد علينا واجب المحافظة على تجهيزاتها ليستفيد منها غيرنا. إذن الآن اذكروا لي المكان الذي يوجد به الطفلان. إذن أين يوجد الطفلان؟ أحسنتم، إذن المكان الذي يوجد به الطفلان هو قاعة عمومية للإعلاميات. الآن لاحظوا الطفلين، إذن أصفوا جسم كل من الطفلين. إذن صفوا لي جسم كل من الطفلين. نعم، إذن قلنا الطفل مماد سليم. إذن الطفل مماد سليم الجسد وبشرته سوداء من أصول إفريقية، يعني من دولة مالي. أما الطفلة سميرة فهي مقعدة، إذن هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، هي في حالة إعاقة. إذن أما الطفلة سميرة مقعدة وبشرتها بيضاء وهي من أصول مغربية. الآن حددوا للاختلاف بينهما من خلال هذا الوصف. إذن حددوا لي الاختلاف بينهما. نعم، إذن الاختلاف بينهما يكمن في لون البشرة والسلامة الجسدية. الآن استخرجوا لي موضوع البحث الذي ينجزه كل منهما. إذن ارجعوا إلى الوثيقة الثانية واستخرجوا لي موضوع البحث الذي ينجزه مماد وتنجزه سميرة. جيد، إذن ينجز مماد بحثا عن كيفية المحافظة على نظافة مدرستهم، أما سميرة فتنجز بحثا عن العناية بنباتات حديقة حيهم للمحافظة على بيئتهم. الآن ننتقل إلى فقرة استثمر وأنتج. إذن انطلاقا من الوثيقة رقم 2 ومن الصورة رقم 2 كذلك، أحدد الواجب الذي قام به الطفلان من خلال البحث الذي أنجزه كل واحد منهما. إذن أذكروا لهذا الواجب الذي قام به الطفلان. أحسنتم، إذن الواجب الذي قام به الطفلان من خلال البحث الذي أنجزه كل واحد منهما هو: سميرة قامت بواجب إنجاز بحث حول العناية بنباتات حديقة حيهم، أما مماد قام بإنجاز بحث حول كيفية المحافظة على نظافة المدرسة. الآن ما هو الواجب الذي عبر به كل واحد من الطفلين عن الالتزام تجاه الآخر رغم أوجه الاختلاف بينهما؟ إذن ما الواجب الذي عبر به كل واحد من الطفلين عن الالتزام تجاه الآخر؟ نعم، إذن قلنا الواجب الذي عبر به كل واحد من الطفلين عن الالتزام تجاه الآخر رغم أوجه الاختلاف بينهما هو احترام الآخر وتقديره. إذن مماد يحترم ويقدر مجهودات سميرة، وكذلك سميرة تحترم وتقدر مجهودات زميلها مماد. الآن عبروا لي عن موقفكم من الالتزام بمثل هذا السلوك. إذا كل تلميذ يحاول أن يعبر بأسلوبه الخاص عن موقفه من الالتزام بمثل هذا السلوك. إذا أعزائي، انطلاقا مما سبق يتضح لنا أنه من واجباتنا الأساسية الالتزام بواجبي تجاه نفسي عن طريق المحافظة عليها وحمايتها، وتجاه الآخر عن طريق احترامه وتقديره، وتجاه الممتلكات العمومية. ونقصد بالممتلكات العمومية
المرافق العامة كالمنشآت والمؤسسات ذات المنفعة العامة مثل المدارس والحدائق والمستشفيات والطرق والجسر. إذن هذه أعزائي كلها ممتلكات عامة. إذن قلنا وتجاه الممتلكات العمومية والخاصة بالمحافظة كذلك عليها من التلف، وتجاه البيئة بالمحافظة والعناية بها. إذن عندنا واجب تجاه النفس، وواجب تجاه الآخر، وواجب تجاه الممتلكات العمومية والخصوصية، وواجب تجاه البيئة. إذن أركب تعلمي. إن من واجبات الأساسية الالتزام بواجب تجاه نفسي بالمحافظة عليها وتنميتها، وتجاه الآخر باحترامه وتقديره رغم اختلافه عني، وتجاه الممتلكات العمومية والخصوصية، وتجاه البيئة بالمحافظة عليها. الآن ننتقل إلى النشاط الأخير، أثبت تعلمي وأتمكن. إذن أعزائي عندي مجموعة من الصور. إذن عن ماذا تعبر الصورة الأولى؟ أحسنتم، إذن تعبر الصورة الأولى عن طفلين ينظفان أسنانهما. والصورة الثانية عن ماذا تعبر؟ جيد، تعبر الصورة الثانية عن طفلين يساعدان ضريرة على قطع طريق السيارات. والصورة الأخيرة عن ماذا تعبر؟ أحسنتم، الصورة الأخيرة تعبر عن طفل وطفلة يغرسان شجيرات بحديقة حيهما. إذن أعزائي لاحظوا الرسوم، الرسم الثالث والرابع والخامس، ثم أنجزوا ما يلي. إذن استنتجوا لي الواجب الذي يقوم به الأطفال من خلال كل رسم من الرسم. إذن ما هو الواجب الذي يقوم به الطفلين؟ الواجب الذي يقوم به الطفلان في الصورة رقم 3. أحسنتم، إذن الواجب الذي يقوم به الطفلان في الصورة الثالثة هو المحافظة على النفس وحمايتها من الأمراض. إذن هذا يسمى واجب تجاه النفس. كذلك ما هو الواجب الذي يقوم به الطفلين الذي يقوم به الطفلان في الصورة الرابعة؟ جيد، إذن الواجب الذي يقوم به الطفلان في الصورة الرابعة هو مساعدة الآخر وتقديره. إذن هذا يسمى واجب تجاه الآخر. كذلك أذكروا لي الواجب الذي يقوم به الطفلان في الصورة رقم 5. أحسنتم، إذن الواجب الذي يقوم به الطفلان في الصورة الخامسة هو المحافظة على البيئة. إذن هذا واجب تجاه البيئة. إذن أبرز أهمية الالتزام بهذه الواجبات وأمثالها في حياتنا ومحيطنا. إذن أعزائي طبعا عندما نلتزم بهذه الواجبات فإننا نقدم النفع لأنفسنا وللآخرين وللبيئة. إذن أعزائي بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والإنصات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.